خلونا دلوقتي نروح مع حضراتكم للأخبار اللي هتحصل النهاردة بإذن الله، ومن أهم الماتشات اللي هتتلعب في الجولة 31 من الدوري المصري وأخبار تانية كتير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فتنطلق أعمال القمة 22 لتجمع دول السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي الكوميسا بالعاصمة الزامبية لوساكا، واللي هتشهد تسليم الرئاسة الدورية للتجمع من مصر إلى زامبيا بمشاركة زعماء ورؤساء حكومات 21 دولة إفريقية. النهاردة هيعقد اجتماع الدورة العادية الثانية للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء في منظمة تنمية المرأة ومبعوثين من شركاء المنظمة. وتعتبر منظمة تنمية المرأة WDO هي منظمة حكومية دولية وإحدى المؤسسات المتخصصة في منظمة التعاون الإسلامي OIC، وافتتحت المنظمة مقرها الرئيسي في القاهرة عام 2021. النهاردة هتنتهي اللجان من استقبال اعتذارات المعلمين عن المشاركة بامتحانات الثانوية العامة 2023، وهيتم غلق باب الاعتذارات النهاردة استعداداً لامتحانات الثانوية العامة اللي هتبدأ يوم 12 يونيو الحالي. النهاردة هتبدأ وزارة التضامن في إصدار تطبيق إلكتروني لتسجيل وحصر السيدات ذوات الهمم، وده تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بكفالة كافة حقوق الأشخاص ذوي الهمم. النهاردة العشاء الدوري المصري موعدهم مع مباراتين مهمين في إطار الجولة 31 من عمر المسابقة. هيلتقي الإسماعيلي مع طلائع الجيش الساعة 7، والساعة 9:30 بالليل مباراة أسوان مع المقاولين.